الاكتشاف كان على يعني من خلال جمعية محلية هي جمعية السلام. فاحنا جينا كاستجابة للطلب من أجل دراسة هذا الموضوع، وبطبيعة الحال قمنا بعمليات ديال الغطس من أجل التأكد من فعلا هل الأمر يتعلق فعلا بالسفينة المذكورة اللي هي كايسر فيليم دير غروس. فبطبيعة الحال اكتشفنا فعلا من خلال عملية الغطس أن الاسم ديال السفينة لا زال على الآثار وعلى البقايا ديال السفينة تحت عرض البحر بحوالي 23 متر من العمق.